جد فخور بهذا العمل الجبار، لانه مش سهل باش تعمل هذا المشروع، انه راح يكون هذه القاعه تكون قدوه للشبان وكل الرياضات، راح يستفادوا منها كل الرياضات، وانا نشجعوهم ان شاء الله. دي القاعه ما جاتش هكذاك برك، جات متعوب ومثابره ودعاوي الوالدين، وحنا واش نطلب من الشباب الجزائري؟ يامن بروحه، يامن بال يكون عنده مشروع يامن به وينجم يلحق، وان شاء الله هذا المشروع ان شاء الله نمدوه بلوس لالجيري. نقول كامل الرياضيين نقول لكم مرحبا بكم، كامل الطلبه نقول لهم مرحبا بكم. درنا دي طارف سبيسيال خاصين بالرياضيين تاعنا الابطال ولا اللي يديروا كومبيتيسيون، وكذلك درنا طارف خاص بليزيديتيون تاعنا، ودرنا طارف بارابول لا سيتياسيون تاع كل واحد. انا دي روجي لنا لهنا، كذلك درنا ثاني طارف خاص بذوي الاحتياجات الخاصه، نقول لهم مرحبا بكم هنايا. دونك نقولوا حنايا بالبركه على خاوتنا، ولما لا المزيد من افتتاح قاعات رياضيه اللي بهاد الامورات هادو هما هاد القاعات الرياضيه اللي يكون اجيال لاحق ان شاء الله تكون واعيه وتكون في تستثمر في حياتها ويبروغريسيو من حسن الى احسن.